أول يوم بعد الصلاة الموحدة، التظاهرات أصبحت خارج مبنى البرلمان في المحيط الخارجي لمجلس النواب. أما المتظاهرون فهم يواصلون اعتصامهم بذات المطالب والتوجه. دخولنا المجلس النواب هو شيء رمزي، أنه الشعب هو مصدر السلطات. بعد أن وصلنا رسالتنا الآن معتصمين خارج مجلس النواب محيطة، واعتصامنا مستمر. المظاهرات إن كانت في الداخل نفسها في الخارج الهدف واحد، حفاظا على الممتلكات. طلعت المظاهرات من قاعة مجلس النواب إلى الخارج التزاما بالتوجيهات التي وجهها سماحة السيد مقتدى الصدر، وأن يكون التظاهر أمام المجلس. فيما أكدوا على أن الهدف من دخول المجلس كان لإيصال رسائل إلى المفسدين بأن الشعب قادر على الدخول إلى عقر دار مصنع القرار والقانون، وأن مغادرة المجلس كانت بناء على طلب وزير الصدر. وجودنا كان في الداخل وصول نوصل الرسالة للفاسدين أنه نحن الآن في قعر دارهم، الدار اللي منا تصدر قراراتهم ولصالحهم ويجيرونها لفسادهم. أما بعد أن وصلنا إليهم الرسالة وكان القرار أن نخرج، فكنا مطيعين ملبين للسيد مقتدى الصدر. قاموا الثوار بتنظيف يعني كل قاعات البرلمان وتسليمه كما دخلنا، أو أفضل إن شاء الله. على وقع الأحداث تسير خطى المعتصمين أمام بوابات المجلس النيابي، لكن المطالب لا تتغير بحسب تأكيداتهم. وإن كانت خارج بناية مجلس النواب، فالمعتصمون يؤكدون على استمرار الاعتصامات حتى تحقيق المطالب المنشودة من أمام بوابة بناية مجلس النواب في بغداد. محمد فراس، قناة التغيير.